اجلس لا تجلس خلاص والله الذي لا اله الا هو الذي جاء مصدق كذا سريع سريع يلا روح ستة يلا يلا روح لا طلع برا يا غازي غازي خلاص ستة روح يلا المهم وجينا ذاك اليوم وجلسنا عند المطار وقلنا يا جماعة الخير من أول واحد بيركب الطيارة باقي فيه اثنين هنا اطلع برا اطلع برا اطلع برا لا اطلع برا لا اشوفك دقيقة برا برا بالله برا معلش برا اطلع يا اطلع برا لا من اثنين واحد يطلع اسال ها خليجنا واحد بس اول واحد من والله ما شفت انت انا اول واحد اسالك بالله شوف اللي هزاع برا 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 شل شله معك يلا شله معك يلا روح هذا كذا قربه يلا روح 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 يلا يلا المهم كملنا يا رجال وصلنا ذاك اليوم يوم قدنا في دبي الا والجو حار ايش تبغى انت اطلع برا اطلع برا انت ما تمعنا جالس على الكرسي معنا ذا معنا معنا المهم وصلنا ذاك اليوم قدنا يا جماعة الخير ركبنا السيارة 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 ليه ليه يلا برا 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 الثلاثة برا أنا قلت طيارة أنا قلت طيارة ها قلت طيارة طيارة لا لا اخرج طيارة يا فاخر قلت طيارة قلت طيارة قلت لا مش عليك بنيتي أيوه لا 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 بجلاغة إنما الأعمال وبالنيات بجلاغة برا بجلاغة نبهك عليها برا بجلاغة برا نبهك عليها برا 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 طلع كرسي وكمل يلا شوف الذكاء يلا روح طيارة أي جملة إيه لا طيارة بس سيارة لا المهم أسمعت يا إذا قلت سيارة ما تجلس إذا قلت سيارة تجلس المهم وصلنا يا رجال إلى دبي حر بس ما شاء الله تبارك الله مباني وسيارات سيارات إيش فيه يا جليغم باقشط وين راح جليغم أطلع برا صر وراك والله الذي لا إله إلا هو لعد أشوف أحد هنا قشطه المهم روح وصلنا يا جماعة الخير ذاك اليوم عند إيش عند السيارة أطلع برا 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 يا فيصل فيصل برا فيصل برا 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 يا فيصل برا فيصل يلا من هم باقي ثلاثة من هم الاثنين اللي بيفوزون يلا روح سرعة 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 يلا أسرع 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 سرعة ومشينا ورحنا وصلنا فين يا جماعة الخير رحنا دبي مول إلا أول ما دخلنا ذاك المجسم حق السيارة يوم جينا أقرب جنبه يا جليغ يوم وصل جنبه وطالع يا ولد إلا والله إنه طلع إيش اطلع برا ما قلت طيارة والله ما قلت طيارة هذا قاله خلاص مالي صلاح انا بس باقي سعيد وطلال يلا برا يا شباب برا ايه برا برا يا غازي غازي برا تكفى محسن يلا المهم مشينا 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 يلا ونمشي ذاك اليوم الا والله يوم وصلت طالع يا اخي دوره دوره كذا ما ينفع دور من هنا على الحواف الدور من هنا من هنا الدور هاي كذا بسرعة بسرعة انا بدور معكم يلا بدور معكم يلا المهم مشينا ومشينا يا جماعة الخير المهم نحصل يا سعيد وخر يا سعيد وخر عشان الطيارة لا تصدمك يا سعيد اتبع عشان يلا برا والله الذي لا إله إلا أنك فاهي طول حياتك خذها ولا خلها وبهذا انتهت المسافة الله يعطيكم العافية وخذت